سلام البنات، كثير لاباس عليكم، كل شيء بخير، صحتكم لاباس. رجعت لكم فيديو جديد. اليوم بغيت نشارك معكم الحوايج ديال البيبي ديالي. انا مازال ما شريتش شي حاجه، حاجه قليله شريت، مي داكشي الاخر كله جاني كادو، بغيت نشاركه معكم. هاي هادو جبتهم لي اختي. القديم داش كانوا زوينين، كما دابا الله غادي نبدا نشري، حتى مشيت عند الطبيب وعرفت الوزن ديال البيبي شحال، عاد غادي نعرف القياس اللي غادي نشري. حتى هذا جبته لي اختي هكا، هاد لي بونتوف ديالو صغيورين. كنقول اختي نادية شكرا. هادو جابتهم لي اختي، واحدة اخرى جابت لي هاد ليزار. هكا بحال هكا كبير، بالخيطة ديالو. جبت لي معاه هادي. كنقول لها شكرا اختي سمية. وهادو اللي شريت هادو انايا حلهم. شريت هاد الباكيت فيها ثلاثة. جاوني زوينين وانا ناخدهم. وشحال فيهم؟ كان 3 موا، كانوا صغيورين كما طلعت اللوينات. وكاين هاد الكري، وهادي حتى هي زوينة. كنا خارجين انا وراجلي، غير شاف هادي عجبات وقال لي والو ناخدها. هي زوينه، وهذا الشيء الاخر جاني كادو من العائله، من عند واحد السيده في العائله ديالنا. جات لي هاد ليزر هكا حلو معاكم، مخده، هذا مخده ديالو كبير. ليزار ان شاء الله كنحلو معاكم. ليزار حتى هو كبير، حتى ليزار كبير. زوينين حتى هما، بالمخدة ديالو. جبت لي هادي، عندي شوية كبيبرة شحال فيها، فيها من 3 شهور حتى 6 شهور كبيبرة، البون ديالها. جبت لي هادي، جبت لها الطواقيات باللي قاد ديالهم صغيورين. هذا
لي بينوار ام بخي مارك. درت لي مانطا صغيره تاع زوينه رطبه. هادي فيها مقياس فيها مقص ومقيس تاع الضفار وداك المبرد تا هي زوينة زوينة. آخر حاجة هادي باش يلعب البيبي تكون معاه. المهم من الحوايج ومن اللوان غيبان ليكم غتعرفوا شنو هو الجنس ديال البيبي. هو وليد تجيبوا لي على خير وغنكملوا الفيديو. دابا وريتكم الحويجات ديال البيبي، دابا غنديكم معايا نوجدوا العشاء وكملوا معايا الفيديو يلا نوجدوا العشاء. احنا جينا الكوزينه باش نوجدوا العشاء. هنا قطعت شنو بعدا غنصيب غندير لاباط فيتي معمره. نتوما غادي تشوفوا الطريقه كيفاش غادي نعمرها. المهم نتوما كتعمروها باش ما بغيتو باللي عجبكم كتعمروا هذه. انا غندير فيها هاد الشاركوتري بالفرماج وغندير البصله والثومه هادشي باش غنعمرها. المهم انا قطعت هنا بصله وجوج فصوص ديال الثومه غادي نشحرهم. شويه زيت العود يرو باش تشحروا. قطعتها بحال هكا شرائح طويله. البصله باش ديما طيح لكم بالزربه باغا طيب كتعاونوها تديروا غير شويه الملحه ديال معاكي البزار. البصله نخليوها تشحر وغنجيب باش نوجد لاباط فيتي.
المهم كنخدمو هاد الحلاقة مزيان. نخليها بحال هكا ونتسنى البصله حتى تشحر عاد يمكن باش نعمرها. ها هي البصله ديالي تشحرات خاتي تبرد شويه. بعد هنا خديت اللاطه دهنتها بشويه ديال الزبده نفرش فيها بحال هكا. غندير البصلة نتوما تقدروا تعمروها باش ما بغيتو اللي يعجبكم ديروه. تقدروا تزيدوا الطون كفته اللي بغيتو. تاخد الموس حبيت تقطعي بحال هكا من ما درتو هنا يطيب باش نسلق الروز. غندير لكم واحد السلطه ديال الروز نبدل على شويه تاع السلطه اللي كنديرو ديما ديما كنديرو غير الروز بالخضره بخضرة مسلوقة. دابا غندير لكم طريقة أخرى بحال هكا داير شي هكا. ندير الفران سخون فوق و لتحت نكمل التقطاع. المهم انا قطعت كلشي كنبقاو غاديين بحال هكا باش يبان لكم هكا. هذا الراس الاول صافي كنبقى وحده من هنا وحده من هنا لما طاب نرمي الروز نسلق. نبدا نسلق بشويه ديال الملحه بقاي تسدي. المهم كتبقاي غادا بحال هكا جايه من هكا جايه من هكا حتى كتكملي. المهم هاي سديتها كاملة كما نخدم ندير واحد البيضة البيضة كديري فيها شوية ديال الخلة قطيرة غير باش ما كيجيش البيض فيها زفر. كندهنها مزيان
دير عليها شويه ديال الجلجلان صافي، وندخل الفران حتى طيب. ونوجد معكم السلطه ديال الروز، نوجد داكشي ديالها. هنا وجدت داكشي ديال لا سالاد، ملي غادي كنديروا فيها القرقاع، كنديروا الزبيبه. انا ديجا رقدته في شويه ديال الماء باش غير يتنفخ شويه بحال هكا باش ما يبقاش قاصح. فيها المايز، طون، وما كنديروش الكزبره والمعدنوس، ما كنديرهمش بجوج، كنديروا غير واحد غير هذا، وكنديروا التفاح. المهم انا قطعت هو التفاح بحال هكا طروفه صغار، نوجدو حتى يتسلق الروز، باقي ما تسلقش. المهم انا نقطعو، غادي نعصر عليه شويه ديال الحامض باش ما يجيش باش ما يكحلش. ديال العائله ديالكم شحال من واحد كاين كديروا. وما انا كنكثر فيها التفاح حيت كيجي فيها التفاح زوين. نديرو هنا وندير عليه الحامض باش ما يكحلش صافي. وغنتسناو الروز حتى يتسلق باش نخلطو هاد الشيء كامل. حطونا ماما نصايب معكم لاصوص، لاصوص في بلاصه المايونيز. كندير دارون الصوص، واللي كيبغي المايونيز يديرو حتى دارون الصوص كتجي زوينه. كندير شويه ديال الخل، معلقه صغيره حمراء، شويه ديال الزيت عادي، معلقه الملح حسب الذوق، وشويه البزار صافي. هو لاصوص ديالنا وجد بحال هكا، ونتسناو الروز حتى يتسلق لينا باش نخلطو كلشي. المهم ها الروز تسلق وخليتو حتى برد شويه، غادي ندير فيه هادشي كامل. غندير التفاح، ندير الطون، مايونيز، وندير الزبيب هذا. القرقاع كنديرو
ندير هاد الصغير شويه بحال هكا بين يديا. مع الصوص كنتمنى تجربوا هاد لاصالات، كتجي زوينه بزاف، كتجي ما بين المالح والحلو. صافي غنخليها تبرد شويه في الثلاجه كما شفتوا، وغنتسنى حتى ينطفي على الفران ونوريكم كلشي مجموع. ها هو العشاء ديالنا وجد، ها هي الصالات، حتى لاباط فيتي خرجتها من الفران نوريها لكم سخونه بزاف. كتجي بحال هكا معمره، كتجي زوينه نوريكم مزيان بحال هكا، كتجي معمره الداخل. والسلطه واخا فيها تشوفوا زعما الطون مع التفاح، ولكن ملي كتخلط كيولي مذاق واحد، داكشي كيجي مع بعضياته كيجي المذاق زوين. كنتمنى يعجبكم الفيديو، تشتركوا في القناه وديروا لنا جيم كومونتير وتبارطاجيو الفيديو مع صحابكم ومع احبابكم. الفيديو الجاي ان شاء الله. بسلامه عليكم، باي باي.